له كتاب نقدي بعنوان تفاعل أجناس الخطاب، يحضر للدكتوراه في البلاغة وتحليل الخطاب، فاعل جمعوي شارك وسير عدة مهرجانات ثقافية محلية، شارك في ندوات نقدية كثيرة، دارس للموسيقى المستوى السابع، ويعتبر مؤلف هوية مغتصبة، مؤلف محظوظ لأنه حظي باهتمام الناقد فقام بدراسة نقدية له. والمؤلف عبارة عن مجموعة قصصية قصيرة جدا بعنوان هوية مغتصبة. تفضل أستاذ. مشكورا. والشكر موصول للقيمين على المكتبة الصباحية العلمية، كما هو الشكر موصول للأخ مصطفى الخصاي الملصق بالجمعية وإلى هذا، الشكر موصول كذلك لكل هذا الحضور الجميل الدافئ ولهذه الأمسية الشاعرية الجميلة التي تنضح سردا وشعرا وإبداعا. شغلنا على هذه الأضمومة هوية مغتصبة للأستاذ إحسان السباعيد يأتي في إطار شغلنا على النقد البلاغي الموسع، وكذلك شغلنا على المناهج الأدبية والنقدية سواء القديمة أو الحديثة أو الحداثية أو ما بعد الحداثة. وحينما نشتغل على نص وليكن هوية مغتصبة فلا بأس أن نعيده إلى أصله كجنس أدبي سردي ينتمي إلى الجنس السردي الأم وهو الرواية، على اعتبار أن الرواية قد تمردت في زمن البرجوازية على الملحمة تاريخيا، وهذا ما يحدثنا به جورج لوكاش في نظرية الرواية. معنى هذا أن الرواية تكشف عن جانب المعطوب في المجتمع البرجوازي الذي كان يدغدغ أحلام الشعوب الغربية خاصة. ولقد تمردت دون أن ندخل في تفاصيل كثيرة لنظرية الرواية عند جورج لوكاش أو عند لوسين جودمان، فإننا يمكن القول إن القصة والقصة القصيرة والقصوصة والقصة القصيرة جدا والقصة الومضة وكل هذه التسميات هي كلها متمردة عن الأم عن الرواية، على اعتبار أن الخيط الرفيع الذي يربط بين هذه الأجناس هو السرد، هو الجانب السردي. لم نتحدث عن السرد العربي القديم لأننا نتحدث عن السرد غربي، سرد حدث. ومن ثم فإذا كانت الرواية كأصل تكشف عن عالم موبوء، عالم برجوازي، عالم لم يستطع أن يحقق ما كان يطمح إليه أو ما تطمح إليه الشعوب الغربية لما عملت على تقويض النظام الفيوضالي والكنائسي الآتي من نظام النبلاء مع في العهد الإغريقي مع الملاحم، فإن هذه الرواية قد استطاعت بصفة عامة أن تكشف عن عيوب وعن ثقوب وعن أعقاب المجتمع البرجوازي، استطاعت أن تعري وأن تكشف عن عيوبه وأن تكشف عن مطباته. إذن فظل هناك خيط يصل ما بين الرواية وما بين القصة القصيرة جدا وما بين الومضة على هذا المستوى. بمعنى آخر، إن القصة القصيرة جدا أو القصة القصيرة أو الومضة صحيح حينما نتحدث عن هذه التسميات ونريد أن نضع حدودا أجناسية فإننا لا نستطيع، لم يستطع النقد لحد الساعة أن يعطي حدودا قارة وتقعيدية لهذه الأجناس الأدبية. ما هو الفصل، ما هو الفرق، ما هو البول ما بين القصة القصيرة جدا والقصة الومضة، ما بين القصة القصيرة جدا والقصة، ما بين القصة القصيرة والأقصص، وهكذا. وهذا شيء طبيعي لأن هذا ينضوي ضمن طبيعة الأجناس الأدبية، إذ كنا غير قادرين على
أن نحدد مفهوما ظل منسجما ومتساوقا مع الإنسان العربي، اللي هو الشعر. ما هو الشعر حينما نعرفه؟ لا نستطيع أن نعطي تعريفا قارا تقعيديا، فما بالنا للقصة وللرواية التي هي من الأجناس الأدبية الواردة على الأدب العربي انطلاقا من المثقفة والتأثير والتأثر الذي وقع في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. إذن تأتي هوية مغتصبة، لكي لا نطيل في التنظير، تأتي هوية مغتصبة بدورها لكي تؤدي دورا الذي كانت تؤديه الرواية، وهو أن تكشف عن أعطاب وعن الخلل الذي يقع ويحدث في المجتمع بصفة عامة. وعند قراءتنا توجيهية لهوية مغتصبة فإننا نجد أننا أمام نص له غلافه يدل على عملية الحريق التي كانت في مراحل فائتة، عملية الحريق. إنما العنوان يشد الانتباه، هوية مغتصبة، على اعتبار أن الهوية كمفهوم هو أيضا مختلف وزعبقي ومرن. لن نستطيع أن نعطي دقيقا تقعيديا للهوية، فهناك هوية الفرد وهوية الجماعة وهوية الأمة. نحن كمغاربة لدينا هوية، والجزائريون لهم هوية، والهند لهم هوية، وهكذا، وأنا كفرد لدي هوية خاصة، وهكذا. إذن هوية مغتصبة، هذه الهوية المغتصبة الفعل اغتصاب هو ينطلق من بناء إلى لغة تشتغل على الانزياح. الاغتصاب هو أن تنال غير حقك، وأكيد أن الاغتصاب له ميدانه المتمثل في الممارسة الجنسية الغير المسموح بها من طرف شخص على شخص آخر، لكن هذه اللفظة رحلت كما رحل النقد نفسه، رحلت من مجال جنسي إنساني اجتماعي إلى مجال وفضاء أدبي، كما هو الحال بالنسبة للنقد مثلا. حينما نقول النقادة، فلفظة النقد تدل على لدغته الأفعى بمعنى نقدته، ونقد الباب بمعنى طرقها، ونقدتك أعطيتك نقودا، ونقد الصرافي المال بمعنى ميز زائفه عن جميله. هذه اللفظة سوف تسافر من ميدان الصرافة إلى ميدان الأدب. فالنقد هو أن نكشف عن جوانب جميلة جمالية وجوانب لا تصل إلى هذا المستوى، على مستوى النصوص. إذن هوية مغتصبة هي منفتحة، ونصل إلى هذا الانفتاح إلى مستويات التحويل لما نقرأ مجموعة من النصوص. لذلك فلا بأس أن أحدد نقديا ما سوف أشتغل عليه في هذه الأضمومة، وهو أنني أشتغل على البلاغة الرحبة. حينما أقول البلاغة الرحبة، أي البلاغة الموسعة التي يشتغل عليها كل من دكتور محمد العمري ودكتور محمد مشباج. بمعنى آخر، نخرج من إطار البلاغة المدرسية التي تعتمد على التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية والقص على ذلك، إلى بلاغة منفتحة تنظر إلى الصورة في المكون الأجناسي. ولذلك فسأقف عند قضيتين اثنتين في إطار السيمة، وهذه السيمة قد انزلقت من البلاغة العربية التقليدية إلى البلاغة التي جاء بها تودوروف ورولان بارت ومن لف لفهم. ولذلك سوف أتناول سيمة العري وسيمة التناقض أو التضاد. إذن فالنص أو الأضمومة، النص هذا النص السردي لهذه الأضمومة على ملامسة الواقع للنبوء، وذلك انطلاقا من نماذج معيشية تنبض بوقع ضربات الحياة الموجعة. وإذا كنا أمام نصوص سردية تمرق من قبضة التقعيد كما قلت قبل قليل، لأن الحدود بين بنات السرد أمست مشرعة، قصة قصيرة والقصة والأقصص إلى آخره، فإن الحكية المتسلسلة من شفتي السارد يضيء ملامح شخصيات كالحات تؤثث فضاءات النصوص. ومن أجل
استكناه سردية الأضمومة، فإن الصورة الفنية الموسعة والمتمثلة في السمات منها سمة العري، ويظهر أو تظهر هذه السمة من خلال تجليات موقفين متعارضين، حيث تجده في وجوه مستعارة، وهو نص في المجموعة، وجوه مستعارة، حيث البطلة التي استغاثت بدلو مستعار، وهنا لغة جميلة استعملها الكاتبة مع سوف نتطرق إليها، بدلو مستعار جراء إهماله وجدت نفسها في منطقة ثانية متعارضة. في هذا النص فإن البطلة سوف تخرج من مرحلة وتدخل إلى مرحلة أخرى انطلاقا من تشظي واقع مهزوز. كنا متعارضة مع الأولى، أي إن البطلة استجارت بالنار بدل الرمضاء، وهي حالة تزيدها كما قلت تزيدها غربة وتوهم. أما البطل في النص الثاني اللحن الأصيل، أعتقد اللحن الأصيل من خلال هذه قلت في اللحن الأصيل، فقد ظل منبودا في زاوية الوحدة، في زاوية الوحدة لما تمسك بالأصالة في اللحن، أي إن المجتمع يميل نحو طرائق على مستوى الموسيقى وعلى مستوى التلحين، وبطلنا قد قفز إلى زاوية الأصل، إلى زاوية الجودة، حيث وجد نفسه معزولا ومتفردا. حين اهتزت الأجساد مع شرنقة الإسفاف، وفي نفس السياق نجدها هاربة من فاقة، وفاقة هو نص كذلك داخل الأضمومة، كفضاء اجتماعي لترتمي بين أحضان العهر كفضاء اجتماعي مخالف. فالبطلة كثيرة هي المواقف التي جاء فيها بالبطلات، حيث تحول فضاءها من إلى، ويكون أنها قد غيرت فضاء أوليا بفضاء ثانيا، إلا أنها لم تصل إلى مبتغاها الذي تحلم به، لربما قد وصلت إلى أو قد سقطت في جب فضاء ما كانت تحسب حسابه، ولربما قد يكون أفضع من الأول. إن سمة العري تتكشف لنا من خلال هذه النماذج أو هذين النموذجين، هذه النماذج التي تتغير بدائل مرجوة في ذات الوقت تكون إسفينا يعيدها إلى غياه بالمعاناة. فالعلو يكمن في شخصيات مهزوزة تتحرك مع بارقة حلم باهت، شخصيات أو نماذج غير قادرة على الصمود والاعتماد على الطاقة الداخلية للذات الفاعلة. هذه الذات أو الذوات التي سلمت مقودها إلى غيرها، تقول بطلة فاقة: لا تغطي لحمي، لا تغطي لحمي، دعيهم يطعنونه فيطعمونه. صفحة 24. فالذات لا تطعم إلا حين تطعن. إن هذه الثنائية بين الأبطال التي ذكرناها تكشف صورة العري، والتي تسم الشخصيات المشكلة للعلامة الغائرة في سرد هوية مختصرة. ثانيا سمة التضاد، الصمت والضجيج. فالصمت والضجيج بين بطلة مهادنة والآخر أو الغير في نص استكانة، جعلها بؤرة لقصفه تارة ومجمعا لسرطانات الواقع تارة أخرى، ولا سيما أنها تئن تحت وطأة الرياح من صلبها، يغرغرون مدى المطالب
في خاصرة علاقة مشوشة بين زوجين في نص كفيلة. سمة التضاد هذه تتعمق حين ينسلخ الحكي عن الفرد ليرتدي الجماعة، وحسبنا أن نعود إلى بطلة تستقبل يومها الجميل بالياسمين والفل، ليتزعزع مسمعها بالبكاء من الفل والياسمين إلى العويل والصراخ والبكاء، وتزيغ عيونها بين المتسولين مما يدفعها للتقيؤ. إن هذا التعارض الذي تشتغل عليه الأضمومة يصل إلى منتهاه حينما تنزع البطلة بهاء الأنوثة وترتدي بغلة الرجل في نص متمردة. إن الشخصيات التي اشتغلت عليها أو في كثير من الشخصيات الأنثوية التي وظفتها الخاصة الشاعر والسجلة لدى إحسان السباعي، اشتغلت في كثير من الأحيان على ضمير الأنثى وجعلتها في كثير من نصوصها تعاني، تخرج من مرحلة وتدخل إلى مرحلة، لكنها ما كانت تعلم أن المرحلة الثانية أخضع من المرحلة الأولى. وتأسيسا عما سبق، فإن النماذج التي شكلت أو كشفت بالأحرى سمة العري والتضاد كصورتين بلاغيتين من جهة، وكملمحين لواقع مهترئ ومهزوز من جهة ثانية، حيث إننا إذا ما اعتمدنا أو اتكأنا، وأنا يشدني كلمة فعل حضاري، القراءة فعل حضاري أعادني إلى منهج حداثي يتمثل في المنهج جمالية التلقي أو جمالية القراءة التي آتية من التفكيكية عند جاك ديريدا إلى فعل القراءة عند فولفغانغ إيزر في كتابه فعل القراءة، على مستوى هذا المنهج الذي يرى أن هناك قطبان في العمل الإبداعي، هناك العمل الفني والعمل الجمالي. العمل الفني هو الذي يبدعه المبدع، والعمل الجمالي هو القراءة التأويلية التي تنهض على معرفة منهجية بالعمل. قلت فإنني لن أروم المنهج الحداثي بقدر ما أنني سوف أعود إلى منهج أولي ومنهج وهو منهج تقليدي، وهو المنهج التاريخي الاجتماعي. هذا المنهج التاريخي الاجتماعي الذي لا يقرأ النصوص بمعزل عن محيطها الاجتماعي والتاريخي والسياسي، وإنما ينظر إلى النصوص على أنها مرآة تنعكس عليها هذه القضايا الاجتماعية والتاريخية، في حين يظل المبدع واسطة عقد، واسطة ما بين النص وما بين المتلقي الذي سوف يأتي ليتلقى النص الإذاعي بعد سنوات طوال. قلت فإن المنهج الاجتماعي ينظر إلى الصورة على أنها وثيقة لمجتمع مهمش، إن على مستوى الاجتماعي أو النفسي، هذا المجتمع مجتمع رواية، لأن الرواية سأعود إليها باختصار، لأن الرواية ما كتبت إلا لتعبر عن مجتمع مهزوز، مجتمع خانه رواده، مجتمع ينهد وراء الماديات وشيئ الإنسان. هذا المجتمع، هذه الرواية هي رواية كجنس أدبي في مجتمع يعتبرها جنس أدبي عاق مسخوط. لماذا؟ لأن الرواية تحاول أن تعري المجتمع، كما هو الحال بالنسبة في الأدب العربي. لدينا جنس أدبي عاق مسخوط، شكون هو؟ هو المقامة. فالمقامة في الأدب العربي القديم هي الجنس الأدبي العاق، ولذلك نحن لا نرى الآن مقامة تنتج كجنس أدبي. لماذا؟ لأن من طبيعة، من وظيفة
المقامة أن تعري الواقع. فعيسى بن هشام الذي نجده في السرديات أو في مقامات بديع الزمان المدني يكشف أو يسلط الضوء على البطل اللي هو أبو الفتح الأسكندري، هذا المثقف الذي يتحايل على المجمع من أجل أن يأكل، من أجل أن يسترزق. المقامة المديرية، المقامة المديرية، كل مقامات، كل مقامات بديع الزمان هذا من الهمداني، وكل مقامات الحريري، وكل مقامات الزرقشاني والى اخره. اذا فهذا الجنس الادبي العقلي هو الروايه، وظيفته هي ان يكشف اعقاد المجتمع. وضعنا ووضع اوروبا والعالم العربي قد تغير عما كان عليه من قبل. ذلك الروايه وجدت مرتعا لها ووجدت ارضيه خصبه، ولا سيما بالنسبه للقصه او القصه القصيره او القصه القصيره جدا، لان عصر السرعه الى اي حد نطرح السؤال هل القصه القصيره تناسب وضعنا الاجتماعي العربي؟ اعتقد لا، لان القصه القصيره جدا والقصه الومضه تناسب المجتمعات الغربيه وتناسب اليابان على اعتبار انهم هم الذين ابتكروا ما يصطلع عليه بالهايكو. اي اننا ليس لدينا وقت، نحن نقرا كل شيء بسرعه، نحن كمجتمع عربي لدينا متسع من الوقت. طيب اذا قلت هذا هذه الرواية التي خرجت بطبيعة الحال من أجل أن تكشف عن أوباء وعن مطبات المجتمع المدني والمجتمع البرجوازي بصفة عامة. حينما نقول المجتمع البرجوازي لا نقصد المجتمع الغني، وإنما نقصد مجتمع برجوازي والمجتمع الشرقي. إذا المجتمع البرجوازي أوروبا وأمريكا ومن يلف لفهم. قلت النص أو الرواية تعتبر وثيقة لمجتمع مهمش إن على مستوى الاجتماعي أو النفسي. هذا المجتمع هو مجتمع الرواية الذي يشيع الإنسان، وهنا ندخل في إطار تشيع الإنسان ونتذكر من خلال هذه اللفظة. مثلا نطول وقتنا طيب. قلت إن هذا التشيع هو إحساس رومانسي نجده عند الرومانسية، عند الشعراء الرومانسية، ولا سيما نحن بين الشعراء. وهنا أيضا في كتاب النقد اللي هو تفاعل أجناس الخطاب بينت وكشفت على أن هناك اندغام ما بين السردي وما بين الشعري، ليس فقط في وقتنا هذا، وإنما أيضا حتى في عصر العباسيين فإننا نجد أبا نواس من حيث شعره يروي لنا حكايات حينما ذهب عند الخمار وفعل كذا ولم يفعل كذا الى اخره. معنى هذا ان التشيع الذي قتل الانسان فجعله رومانسيا، جعله يعود الى ذاته كما هو الحال بالنسبه لجبران خليل جبران، لان الناس ولان المدنيه ولان هذا التطور قتل الانسان. الخير في الناس مصنوع اذا جبروا، والشر في الناس لا يفنى وان قبروا. فاكثر الناس الات تحركها اصابع الدهر يوما ثم تنكسر. فلا تقول ان هذا عالم علم، ولا تقول ان ذاك السيد الوقار، فافضل الناس قطعان يسير بها صوت الرعاة، ومن لم يمشي ينبتر. ليس في الغابات راعي لا ولا فيها قطع، فالشتاء يمشي ولكن لا يجاري الرعاة. طيب اذا قلنا الذي يشيع الانسان ويوخص قيمته ومبادئه، وهذا ما نجده عند الاستاذ احسان في نص سيان. سيان هنا فقط لله إحسان التفت إلى بعض أخطاء السيان، هي مبنية دائما تكون مجرورة، وحتى وإن جاءت على مستوى المبتدأ تكون مبتدأ مرفوع محلا ومجرور لفظا. هذا كنقول وليل كموج البحر أرخى سدوله وربا، وليل المبتدأ مرفوع محلا ومجرور لفظا. طيب إذا هناك بعض الأخطاء التي ناتجة عن الطبعة. إذ تقول لنا إحسان على لسان البطلة في سيان: رموها بفاحش القول. صفحة 14 أعتقد. رموها بفاحش القول، أغلقت جفنيها، قهقهت. قد كان الوضع مشابها ويرجمونها إبان كانت طاهرة. لا لا فرق، لما كانت ترجم وهي طاهرة والآن تسب وهي غير طاهرة. إذا الأمر صياني، إذا نحن نعيش في مجتمع انقلبت موازين قيمه ومبادئه،
ولم تعد تلك القيم الجماليه والانسانيه هي التي تاسسها. ان البعد الاجتماعي والتاريخي على ضوء المنهج المذكور، اي المنهج الاجتماعي والتاريخي سابقا، حاضرا في جل النصوص المضمومه ولا سيما نص هويه مغتصبه، حيث صوره الانسان العربي يعني تخرج للا احسان من حيث نصوصها تخرج من الذات المقوقعه او من البطل المقوقعه على ذاتها الى ذات جمعيه محيطه الى ذات عامه ذات عربيه. لان حينما تقول في النص الذي يحمل هويه مغتصبه 36 اعتقد اكثر طالبته الحدود، طالبته الحدود بجواز السفر، منحهم البحر جثته بلا معالم. هنا الشطر او السطر الشعري الاول، وهي نص قصص بطبيعه الحال، هو نص قصصي ولكن يعيدنا الى نص اخر على مستوى التناص، يعيدنا الى محمود درويش: لم يذكروني في الظلال التي لو تمتص لوني في جواز السفر، وكان جرحي عندهم معرضا لسائح يعشق جمع الصور. لم يعرفوني لا تتركي كفي بلا قمر، لان الشجر يعرفني تعرفني كل اغاني المطر. عاري من الاسم من الانتماء في تربة ربيتها من يديني، ايوب اليوم صاح من السماء الى اخره. طيب، اذا قلنا وهنا لا باس ان نرى بعض المرجعيات الثقافيه التي كتبت على ضوئها الاستاذه احسان، التي تنطلق منها القصه احسان قلت، وهي ما جاء عند البنيويه، عند البنيويه جوليا كريستيفا على مستوى التناص، حيث ان نصوصها وان نحن نقرا هذه الاضمومه تحيلنا الى نصوص اخرى، الى مرجعيات، الى المتنبي في بعض الاحيان، والى محمود درويش والى غيرهما. وهذا يدل بطبيعه الحال على ثراء الكاتبه وامتلاكها لاليات الكتابه، ان على مستوى الكتابه التعبيريه وان على مستوى المرجعيه المعرفيه. قلنا كما نجد المتنبي حاضرا بشكل مباشر لم تنصفه الطبعه، يعني جاء البيت الشعري بشكل كان يجب ان يكون البيت في صافي نعم سالي غادي نسالي وغادي نقول خلاصه. ان هويه مغتصبه لم تشكل لو لم تكشف عن اواصر العلاقه بين السردي والمبدع احسان فقط، او لم تكشف عن تمكن الاستاذه احسان من السرد فقط، وانما كشفت عن الشكل الجمالي وعن مدى التواشج والاندغام بين سرديه النصوص وشعريتها، حيث كانت يعني جل النصوص تتوشح برداء شعري حتى تكاد ان تجد التجاور بين السرد والشعر قد تناهيا، قد اندغما حتى الانصهار. نترك للمتلقي الوقوف عند هذا الانصهار بنفسه. اشكر مره ثانيه الجمعيه، اشكر الاخ خليل، اشكر الجمع، اقول قولي هذا ودبا نتفهم.